حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في حصادنا الخاص لهذه الليله والبدايه من العناوين. إذن مشاهدينا، ان الدور الفريد الذي يلعبه يوم القدس العالمي بتقويه وموازنه ومؤازره نهضه محاربه الاستكبار الراميه الى زلزله عرش الكيان الصهيوني ونهايه امره الى الزوال الحتمي لامر مسلم به ولا يمكن انكاره. ومن هذا المنطلق كانت مؤشرات انمحاء إسرائيل من الوجود وزوالها تماما وتزلزل دعائمها على نحو متزايد عاما بعد آخر بعدما أصبحت قضية القدس عالمية. فاليوم تقام المؤتمرات والمسيرات الرافضة لأفعال الكيان الغاصب مع الأبرياء في فلسطين، لذا فالحضور المكثف لمختلف طبقات المجتمع في مسيرة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ذا أهمية قصوى ولها مردودات إيجابية كثيرة. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، أيضا كثوابت سنوية تحيي الأمم الرافضة للغطرسة الصهيونية يوم القدس العالمي تلبية لدعوة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف. فجابت مسيرات في بقاع مختلفة ومساحات مترامية تندد بالعدوان على فلسطين وترفع الصوت عاليا بوجه قوى الاستكبار إن هذه الأرض المقدسة ستعود لأصحابها، وذلك الوعد ليس بالبعيد. أكثر من أربعة عقود ونصرة هذه القضية ما تزال حاضرة في القلوب والأفعال، وهذا ما يؤكد أنها ضمن اهتمامات الأمة فضلا عن الوقوف أمام أي محاولات لطمس القضية الحقة. هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، القدس قضية إسلامية عقائدية، أمر لا يقبل القسمة على اثنين في الوقت الذي صار التطبيع وبيع الذمم سمة بارزة في أغلب شعوب المنطقة وحكوماتها التي دخلت على ذات السكة في محاولة لتمويه القضية الفلسطينية. لكن الجماهير الرافضة تؤكد في كل جمعة أخيرة من شهر رمضان بأن بوصلة القدس لا تغير اتجاهها أو اتجاه التطبيع بكل أشكاله ومسمياته. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. بغداد والمحافظات العراقية تغص بجموع المؤمنين الصائمين في آخر جمعة من شهر رمضان احتفاء بيوم القدس العالمي لما لتعظيمه من أهمية كبرى. كلما اتسعت رقعة الاحتفاء به على المستوى العالمي كلما كانت نتائجه وآثاره أجلى وأكثر. فمسيرة الرفض تبعث رسائل اتحاد الأمة الإسلامية إلى الكيان الغاصب بأشجع صور المقت لسياستها القمعية ومحاربتها. فالقدس أصبحت قضية عالمية ليس لفلسطين فحسب. ووفاء للعهد الذي أطلقه الإمام الخميني منذ أكثر من 40 عام، تعقد المؤتمرات المنددة لسياسة الكيان الغاصب، ومنها مؤتمر المجلس الأعلى الإسلامي تحت شعار موعدنا في القدس بنسخته الرابعة، حيث أصبح القدس محور أرواح المنددين بأفعال إسرائيل تجمعهم العقيدة الحقة تعبيرا عن هويتهم التي حاول المطبعون طمسها، ليعلنوا للعالم أن القدس إن باعتها ضمائر الحكام العرب فما زال هناك من يدافع عنها بالغالي والنفيس، ولن ترضخ الأجيال بمغريات التطبيع وأساليبه. فقبلة المسلمين الأولى تستغيث للنصرة لتزيح الغطاء عن وجه الكيان الصهيوني إزاء ما عمله من دمار وقمع الشعب الفلسطيني، وبوصلة المنددين والرافضين تصوب تجاه تحرير فلسطين من قبل الحشود الحاضرة في مسيرة النصرة والرفض لسياسة القمع التي تمارسها إسرائيل. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي سيد قاسم العبودي. أهلا بكم سيد قاسم، وكذلك الترحيب برئيس مركز اتحاد الخبراء استراتيجيين الأستاذ صباح زنقنة. أهلا بكم سيد صباح. أبدأ معكم سيد قاسم، ما سبب هذا الاهتمام الكبير طيلة السنوات الماضية بإحياء هذه المناسبة ويوم القدس العالمي وخصوصا في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير والعافية، تحية لكم ولمتابعيكم الكرام في كل مكان، وتحية للأستاذ صباح زنقنة. حقيقة يعتبر يوم القدس يوم عالمي باعتبار أنه هذه المدينة قد تعرضت إلى مظلومية كبيرة، وهي عبارة عن صرخة المظلوم ضد الظالم. يعني كثير من الأزمة دارت على هذا البلد المنكوب، ولم يكن هناك اهتمام واضح وكبير لأبناء هذا الشعب الذي نعانوا الأمرين تحت نير الاحتلال الصهيوني. لكنه عندما فجر الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه يوم القدس العالمي، أصبح هذا اليوم رمزا لكل الأحرار على امتداد الكرة الأرضية وفي العالم أجمع. لذلك نعتقد أنه الجمعة الأخيرة العبادية من شهر رمضان المبارك تعتبر يوما لهذا البلد المنكوب المحتل، أصبح أيقونة لكل الثائرين. يعني الإمام الخميني برمزية القدس الكبيرة قد عبر من المناطقية ومن الجغرافية الطبيعية إلى العالمية، جعل من مدينة القدس رمزا كبير يحتذي به الأحرار في كل العالم. يعني اليوم نرى على امتداد الكرة الأرضية هناك كثير من الشعوب قد خرجت في مظاهرات ومسيرات تدعم هذه المدينة التي ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من نصف قرن تقريبا. لذلك نقول رمزية هذه المدينة قد عبرت إلى العالمية، واليوم جميع الأحرار في العالم ينظرون إلى القدس على أنها مدينة منكوبة ومظلومة، وجميع أحرار العالم يتبنون فكرة الخروج بمظاهرات ومسيرات من أجل دعم المقاومة الفلسطينية المسلمة داخل الأراضي المحتلة. لذلك أصبح هذا اليوم رمزا كبيرا لكل العالم، وأعتقد أنه كثير من البلدان يعني التي يعني انخرطت في هذه المسيرات إنما جاءت وتدين بالفضل للإمام الراحل الموسوي روح الله الخميني أعلى الله مقامه في الجنة. طيب سيد صباح، يعني يحظى يوم القدس العالمي في العراق بأهمية خاصة، هذا ما شهدناه عبر سنوات الاحتفاء بهذه المناسبة، لكن ما هي دلالة هذه الخصوصية وهذه الأهمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم الأستاذ قاسم المحترم ولكل مشاهديكم. يعني دلالات كثيرة جدا برزت في العراق عندما اهتموا بهذا اليوم، لا سيما وعندما وجدوا لخصوصية هذا اليوم الذي أسسه السيد الإمام في بداية انطلاق الثورة الإسلامية في إيران، أراد أن يوضح للعالم أجمع ولكل بلدان العالم ولكل الدول الرامية إلى التحرر من ربقة العبودية، من أن هذا اليوم تم اختياره بعناية تامة، يوم مبارك، يوم الجمعة في شهر مبارك في شهر رمضان، وقضية مباركة، قضية أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين المتمثلة بالمسجد الأقصى والقدس، واعتبروها كقضية مهمة جدا. ولولا أهميات هذه الأهميات الثلاثة مجتمعة لما كان هناك اهتمام كبير من قبل المهتمين لا المهترئين أو الذين يحاولون جاهدا أنهم يعطوا صبغة بعيدة جدا عن الصبغة الإسلامية، ويعتبرون بأن هذا المنطلق هو منطلق حوزوي أو تعتبر جزء من الحركة الخمينية أو الحركة المجوسية أو غيرها من المسميات لكي يقزموا هذا اليوم، من دون أن يدخلوا إلى أهمية هذا اليوم وفي آخر جمعة من شهر رمضان وأهمية هذا الشهر. بالتالي وجد العراقيون اللغز ووجدوا السر من أن مثل هذا اليوم لابد أن يتوسع ولابد أن يكون نواة مهمة للانطلاق لثورات وتعزيز الثورات التاريخية. صحيح أن كل الثورات هي انطلقت من ثورة الإمام الحسين عليه السلام بما فيها الثورة الإسلامية في إيران، وكل الأفكار انطلقت يعني حماية المحرومين وتحريرهم من ربقة الظالمين انطلقت من ثورة الإمام الحسين عليه السلام بما فيها فكرة يوم القدس، ولكن اهتمام العراقيين بيوم القدس يعني أنهم يريدون أن يعززوا ويعطوا أهمية هذا اليوم إلى العالم أجمع، من أن لدينا منافذ كثيرة نستطيع أن نقارع بها العدو، أن لدينا أشياء كثيرة نستطيع، أسلحة كثيرة نستطيع أن نقاتل أو نجابها بها العدو، ومن ضمنها أن هذه الأسلحة القوية التي انبثقت واحدة من الأخرى، ثورة الحسين انبثق منها ثورات،
والثورة الجمهورية في إيران انطلق منها يوم القدس وهكذا. ولربما هناك مناسبات أخرى ستنطلق إلى حد أن تعي إسرائيل بأن هناك قوة خارقة لابد أن تمحيها وتزيلها من الوجود. طيب سيد قاسم، أنتم في المجلس الأعلى الإسلامي عقدتم المؤتمر بنسخته الرابعة تحت الشعار موعدنا في القدس، حدثت عن هذا الاهتمام بهذه المناسبة وهذا اليوم وارتباطه كقضية إسلامية عقائدية. نعم، دأبت قيادات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وعندما كانت يعني في المهجر عندما أطلق نداءه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باعتبار أنه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، كان المجلس الأعلى الثورة الإسلامية حاضرا آنذاك، وقد اندكت قيادات المجلس الأعلى في مسألة الانصهار في بودقة القدس، وقد تم حقيقة الشروع بتحضيرات كبيرة في تلك الفترة. اليوم وبعد مرور سنين طوال على هذه الواقعة نعتقد أنه قد تجذرت فكرة تحرير القدس وفلسطين الحبيبة من براثن المعتدي الصهيوني، وقد كانت عبارة عن مهرجانات متكررة سنوية وكانت حقيقة هناك مسيرات أيضا. واليوم يعني كما في السنة السابقة يقيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي احتفالية كبيرة دعما لأبناء فلسطين ولأبناء المحور المقاوم ضد الاحتلال الصهيوني. حقيقة هنالك دعوات كثيرة يعني قد تمت من قبل المجلس الأعلى، واليوم هناك متبنيات أيضا. لدينا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي كثير من المشاريع التي يعني ربما لم يتم الإفصاح عنها لهذه اللحظة، لكنها تصب في رافد واحد هو تحرير القدس من الكيان الصهيوني. هنالك اندكاك من قبل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في المحور المقاوم للوجود الصهيوني، واليوم يعني نرى أن هنالك محور قد صنع من صنعاء الحبيبة مرورا بطهران المقاومة والعزة والإباء إلى بغداد السلام إلى سوريا الحبيبة إلى فلسطين المحتلة إلى جنوب لبنان. هناك خندق مقاوم قد ترك بصمته الواضحة في الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا على وجه التحديد. لذلك نقول اليوم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي جزء من هذا المحور المقاوم، وهو اليوم يقوم بدور فاعل في عملية التحشيد الجماهيري من أجل التقديم للمرحلة القادمة التي نتمنى، وإن شاء الله سوف تكون هذه الجمعة الجمعة الأخيرة التي نحتفل فيها بأن القدس سوف تحرر. نتمنى نكون الصلاة القادمة تحت قبة الصخرة في المسجد الأقصى إن شاء الله. طيب سيد صباح، يعني هذا الاهتمام البالغ بهذا اليوم بالمقابل كيف سينعكس على إرادة المقاومة، إرادة أبناء فلسطين؟ يعني الاهتمام الكبير من قبل أبناء فلسطين بهذا اليوم والدعم اللامحدود من قبل إيران باتجاه تعزيز هذا اليوم في يوم القدس، إنما هم معنيون بالقضية. اليوم ما ممكن أننا نقول لأهالي فلسطين أو للفلسطينيين المقاومين الفلسطينيين بأن دافعوا عن فلسطين، بل بالعكس نحن ننتظر منهم أنهم هم يوجهون إلينا هذه الدعوة. وإن كان العراقي اليوم لا يحتاج إلى دعوة، لأن العراقي معروف عنه الفزعة بأنه هو الذي يتوجه من دون أن يعني يبلغ بدعوة بهذا الشيء، وخاصة القضايا الإنسانية. لكن نقول أن المشكلة في البعض الذين هم في داخل الفلسطيني الذين للأسف الشديد لا يرون أو لا يعطون أهمية لهذا اليوم، بل يعطون أهمية إلى المسلك الدبلوماسي مثلا والتعاطي مع إسرائيل. وطبعا هذا التعاطي هو الذي يؤخر القضية الفلسطينية. قضية فلسطين هي قضية مقاومة وقضية مقاومة العدو. أنا لا أقول هنا فقط المقاومة تكون عن طريق السلاح، هناك أسس كثيرة موجودة من قضية المقاومة، أنك تقاومه عن طريق السلاح والمقاومة الفكرية، وكذلك تقاومه بعدم الحاجة الاقتصادية وعدم التعويل عليه في المجال الاقتصادي. كل هذه تعتبر من مكامن المقاومة. أما أنني أتحدث معه في الإطار الدبلوماسي وأتماشى معه دبلوماسيا فهذا يعني غلبة للعدو، لأن العدو هو يعرف كيف أنه يلتف على الحقائق وكيف أنه يلوي أعناق الحقيقة ويحاول أن يفرض نفسه ويجعل من نفسه هو المسيطر وهو صاحب القرار. وإلا كيف دخل الكيان الصهيوني واحتل هذه المساحات من فلسطين؟ لم تكن في البداية بقوة النار، بل عبر الحيلة وعبر شراء الأراضي، وسرعان ما استمكنت واستفحلت ثم استقرت، أصبحت هناك عملية مقاومة مسلحة ضد القوة. لهذا أعتقد أنه يوم القدس هو تذكير باستمرار إلى الشخصية الفلسطينية من أنك أنت ابن القضية ونحن داعمون لك في هذه القضية، وإذا ما نسيت يوما قضيتك وهذا شيء مستبعد طبعا، فنحن
مدعوون لأن نوجه لك التفكير ونقول لك بأننا على أبة الاستعداد من أن نقاتل معك أو أن نعينك في أن نزيل إسرائيل أو أن نبعد عنك شبح الاحتلال الصهيوني. وهذا أعتقد بأنه شيء جميل، دليل على أنه الإسلام لا. أيضا فرض وجوده على الساحة، وأن القضية لم تقتصر فقط في الدفاع عن فلسطين في الإطار اليساري والإطار القومي الذي كانوا لسنوات طويلة مثلا كانت لهم يعني اليد أيضا في مقارعة إسرائيل، ولكن ليست بالقوة التي يتخوفون منها باعتبار أنه الكيان الصهيوني دولة عقائدية، فلا بد من قوة عقائدية تجابه. طيب ممكن أجمع بالمستقبل كنظرة تفاؤلية وطنية قومية إسلامية في ذات الوقت مع مختلف هذه التوجهات نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم؟ أحسنتم أستاذ بشار، سؤال مهم جدا. طبعا لاحظ أنه اليساريين والقوميين كان هناك صراع حتى وصل إلى درجة الإعدامات فيما بين الموجودين، يعني عمليات اغتيال والإعدامات، لكنهم عندما يستمعون بالقضية الفلسطينية توحدوا. وكذلك بالنسبة للإسلاميين الذين أيضا كانوا يعانون من اليساريين من باب التسقيط الفكري ويعانون من القوميين من باب عملية الاعتقالات والقتل، ولكن كانوا هم أيضا ينظرون إلى القضية الفلسطينية. إذن هنا حصلت منافسة ما بين هذه القوى الغير متآلفة فيما بينها بأن هناك قضية، أحدهم ينظر إلى القضية بأنها قضية قومية، والآخر ينظر إلى الموضوع بأنه موضوع تحرري، والآخر ينظر إلى الموضوع بأنه موضوع إسلامي يتعين على المسلم أن يهب في نصرة أخيه. لهذا أمر غير مستبعد أن هذه القوة إذا ما كانت خلفها قيادات واعية وحكيمة هي غير خاضعة إلى الإرادة الإسرائيلية وغير خاضعة إلى الإرادة الأمريكية والقوة الاستكبار العالمي، من أن هذه القوة والأفكار إذا ما توحدت فعلا سوف تكون العاصفة التي تزيل إسرائيل، وهي القوة التي ممكن أن تزلزل إسرائيل أيضا. طيب سيد قاسم، رغم الحضور المكثف لمختلف طبقات المجتمع المشاركة في فعاليات ومسيرة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هي ذات أهمية قصوى بالتأكيد، لكن ما هي أو كيف ستكون مردوداتها أمام إرادات التطبيع في مختلف أنحاء الأمة الإسلامية والعربية؟ سيدي الكريم، يقال في الأثر أنه مسافة المئة ميل أو الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. عندما خطأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الخطوة الأولى باعتبار الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس، كان عبارة عن نظرية تم طرحها في الساحة السياسية أو الإسلام المقاوم حقيقة. لكن اليوم يعني نرى بعد هذه السنوات الطوال قد تجذرت هذه النظرية وقد أخذت مدى كبير جدا لدى الأحرار في العالم، سواء كان في العالم الإسلامي العربي أو حتى غير العربي. لذلك نقول أنه مردودات هذا اليوم قد انعكست انعكاس كبير على منطقة الشرق الأوسط، عندما نرى اليوم هناك أفول بالقطبية الواحدة في هذه المنطقة باعتبار أن أمريكا قد انحسر وجودها تماما. هنالك مشاكل اليوم في الداخل الإسرائيلي الصهيوني والذي جاء حقا بسبب هذه المعطيات، ويوم الجمعة الأخير من شهر رمضان هو معطى من هذه المعطيات. لذلك نقول أن المسيرات التي خرجت في أرجاء العالم كله قد نادت وقد ذكرت الآخرين بمظلومية هذا البلد الكبير، وأشارت بشكل واضح إلى أن هنالك محور مقاوم يجب عدم العبور على هذا المحور، وهو صاحب حق. لذلك الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، واليوم وفي كل عام حقيقة، يعني العام الماضي قلنا أن هذا الاحتفال في يوم القدس في هذا العام يختلف عن سابقه، واليوم أيضا نقول أيضا أنه الاحتفال بيوم القدس العالمي في هذه السنة مختلف تماما عن السنوات السابقة، باعتبار أنه هنالك اليوم هنالك معادلة الردع الإسلامي المقاوم ضد الوجود الصهيوني. يعني عندما اقتحم الإسرائيليون باحة المسجد الأقصى لإخراج المصلين، جاء الرد من الجانب الفلسطيني برشقات من الصواريخ قد أثرت كثيرا على معادلة الردع، وقد أسست إلى ساحة اشتباك جديدة مع الكيان الصهيوني. لذلك اليوم نقطف ثمار هذا اليوم المبارك الذي أعلن عنه الإمام الخميني الراحل، وقد ربما السنة القادمة وأنا متفائل في ذلك أن تكون الصلاة تحت قبة الصخرة في المسجد الأقصى، باعتبار أنه قد أخذ هذا اليوم مدياته لدى أحرار العالم، ومن الممكن تتحول هذه الأحلام إلى واقع حال. فنحن وإياكم إن شاء الله بانتظار هذا اليوم. طيب، عندما يكون هنالك طيب سيد قاسم، لكن يعني قبل سنتين عندما سار وتحرك قطار التطبيع في المنطقة ظل العراق عصيا
حتى على فكرة القبول بهذا الموضوع؟ يعني مثلا اليوم مؤتمركم في المجلس الأعلى الإسلامي تحت شعار موعدنا في القدس، والكثير من الفعاليات والمسيرات الأخرى لمختلف القوى الشعبية والسياسية، هل يعني ستبعد العراق عن القبول نهائيا بهذه الفكرة؟ نعم أحسنتم. يعني اليوم المهرجان الذي يقيمه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي هو رسالة إلى الداخل وإلى الخارج. حقيقة هناك لدينا بعض الأصوات، عذرا للمفردة، الأصوات النتنة التي علت بضرورة أن يكون هناك تطبيع للعراق مع الجانب الصهيوني، وقد رفض القاضي الإطار التنسيقي والمجلس الأعلى متمثلا بسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي أعزه الله أحد قيادات هذا الإطار الذي كان رافض وبقوة لمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعتقد أنه مسألة التطبيع ما بين العراق والكيان الصهيوني أصبحت في خبر كان، وحقيقة لن يكون لها أي مصداق في الواقع، باعتبار أنه اليوم الشعب العراقي قد رفض هذه المعادلة، والشعب العراقي معروف لدى الأمم العربية والإسلامية أنه شعب رافض للتطبيع وشعب مقاوم. اليوم الشعب العراقي ينخرط يعني جله في موقع وفي موقع حقيقة المقاوم ضد التطبيع الإسرائيلي. ربما هناك بعض المسميات، يعني بعض الأشياء أستاذ بشار عندما تعرض على أرض الواقع، هناك لدينا بعض الفصائل التي تتمنى اليوم الذهاب إلى فلسطين من أجل مقارعة المحتل الصهيوني، أما مسألة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي حقيقة أصبحت من الماضي، ولا أعتقد أنها سوف تعود تحت أي عنوان وتحت أي صوت. يعني حتى الجانب الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني وحتى الكيان الصهيوني نفسه بدأ يعي جيدا أن العراق يعني رقم صعب في عملية التطبيع، لذلك اليوم المخططات الإسرائيلية بعيدة كل البعد على أن يكون العراق جزء من محور التطبيع. طيب. سيد صباح، يعني اليوم شارك في الاحتفال الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي، شارك في هذا الاحتفال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية السيد زياد نخالة، ودعا الشعب العراقي إلى مواصلة مواجهة المشروع الصهيوني. هنا هل يعتبر العراق نقطة رئيسية لدعم القضية الفلسطينية؟ يعني معلوم بأن العراق كما أسلفت قبل قليل وقلت بأن العراق هو لا يحتاج إلى دعوة عندما تكون هناك قضية تتعلق بالإنسان والإنسانية. يعني العراق عندما خاض في حرب تشرين لم يكن هو مدعوا من قبل سوريا لكي يحمي أخوته في الجولان، ولكن الهمة العراقية هي التي دفعت العراقيون بأن يتوجهوا إلى ذلك المكان، وكذلك في معارك عام 47 و48، وأيضا ما حصل بعد ذلك عند دخول داعش على الخط والمدعوم طبعا من الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة، وكيف أنهم حموا الديار في سوريا وفي غيرها من الأماكن، وحتى الزلزال الذي حصل في سوريا وفي تركيا كان العراق هو أيضا وجه قافلات من المعونات الأخوية، لا أسميها المساعدات، إلى الجانب السوري، وحتى طلب من الجانب التركي، لولا أن الجانب التركي قد اكتفى ببعض البلدان ولم يفتح الأبواب المساعدات يعني للجانب العراقي بشكل كبير جدا. بالتالي أنا أقول العراقي هو دائما معروف عنه صاحب نخوة وصاحب فزعة، هو يتأثر بمثل هكذا أمور إنسانية. لاحظنا كيف أنه بفتوى مقدسة من قبل السيد السيستاني كيف أن أهل الجنوب هبوا لنجدة أخوتهم في الشمال ونجدة أخوتهم في الموصل، ومن دون أن يقولوا بأن تلك هي محافظة أخرى مختلفة فكريا وعقائديا، لا، بل قالوا بأن هناك إنسانية تسحق بالأرجل. لهذا أعتقد بأن الشعب العراقي معروف عبر التاريخ بأنه ذلك الشعب المعطاء الذي دائما ما يحاول أن يكون هو رأس حربه، وبالفعل أنه الشخصية العراقية معروف عنها بأنها شخصية قيادية، وإذا لم تكن يعني لم يكن حتى لو ربما في أربعة خمسة تجد أنه أربعة منهم قياديون والخامس هو أيضا يعطي استشارات قيادية. لهذا أعتقد بأنه مثل هكذا الدولة من الصعوبة بمكان أن تتأثر بما يسمونه بالتطبيع وغيرها من هذه الأمور التي حاولوا أن يفرضوها على العراق، وكما أسلف ضيفك أصبح الأمر من الماضي باعتبار أنه العراق اليوم لا يفكر بأنه ينقاد إلى خبزة ترمى على الأرض أو تركل بالرجلين إلى العراقي ويذل نفسه. العراقي هو تعود على الكرم الحسيني وتعود على
يمتد مائدته من البصرة إلى كربلاء وإلى النجف من دون أن يفكر بوضعه المالي أو غيره. مثل هكذا إنسان الذين جاهدوا بأموالهم ألا يجاهد بأنفسهم؟ الله سبحانه وتعالى عندما يقول الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم العراقيون قد جاهدوا. بالتالي هو رخص المال ورخص النفس من أجل الآخر. أعتقد بأن العدو يعرف هذه المعادلة ويحاول أنه يسقط العراقي من هيبته عن طريق اللوثات الفكرية، عن طريق الأشياء التي تحاول تغيير المجتمع العراقي، عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الإعلام وعن طريق الإعلام الأصفر، لكي يعملوا صناعات جديدة المتمثلة بتغيير المفاهيم وتغيير السلوك وإيجاد سلوكيات أخرى هي غير عراقية الأصل، ولا أتحدث عن الشرقية، أقول غير عراقية. وهذه الغاية منها أن مسخ الصبغة العراقية عن الوجود. لكن ولله الحمد وجود مناسبات مباركة كزيارة الإمام الحسين وشهر رمضان ومناسبات أخرى موجودة كانت منذ عام 79 إلى حد الآن كيوم القدس، كل هذه المناسبات هي كفيلة على أن تكون هناك موازنة وعلى أن الشعب لا ينزاح مع الطوفان أو الـ 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 المياه التي تحاول إسرائيل أن تسكبها هنا وهناك لكي تضع الدول في المنزلقات. الشكر جزيلا لكم رئيس مركز اتحاد الخبراء استراتيجيين الأستاذ صباح زنقنا، كنت ضيفا كريما. والشكر لكم عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي سيد قاسم العبودي، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل إلى الملف الآخر وأهم ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية دكتور هاشم الكندي. أهلا بكم دكتور هاشم، حياكم الله. وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي سيد مختار حداد، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم سيد مختار. أبدأ معك دكتور هاشم، يعني السيد حسن نصر الله يذكر أنه في يوم القدس العالمي في يوم القدس هو محور المقاومة في طمأنينة وقوة وعزة، والكيان الصهيوني في حالة رعب وخوف. حدثنا يعني دكتور هاشم، ما الذي يقصده السيد حسن نصر الله في أي إشارة عن أن الكيان الصهيوني في حالة رعب وخوف وهناك بعض التداعيات الداخلية داخل الكيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لمشاهديكم إلى ضيفكم الكريم، والتحية الأكبر إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهدي فلسطين. لعل ما يذكره سماحة الأمين العام هو مصاديق لما كان يطرح في الفترات السابقة، لربما كانت تطرح على شكل مفاهيم أو أقوال، لربما البعض لم يفهم مصاديقها إلا هذه الأيام، عندما كان يقول السيد نصر الله بأن إسرائيل هي أوهن من بيت العنكبوت، وهو الخبير بالعدو، هو الذي عرفه وقاومه وهزمه وحرر الأرض من براثنه. لربما هذا القول لم يفهمه البعض، أو على الأقل لم يفهم مقاصد الكاملة لسيد المقاومة. الآن الأصوات تتعالى من داخل الكيان، هم يقولون بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وأنهم ينتظرون الخراب الثالث. والآن الدراسات التي نطلع عليها من مراكز ومؤسسات أمريكية قبل غيرها، وحتى مراكز دراسات وبحوث من داخل الكيان، تقول بأن 37% من المستوطنين من المتواجدين في
الضفة الصين من المحتلين يبحثون عن جنسية ثانية. 37% هذا رقم كبير جدا، أضف إلى أن الانهيار كامل بصورة كاملة رغم وجود حكومة يمينية متطرفة، لأنها لم تستطع حتى أن ترد على ضربات المقاومة الإسلامية الفلسطينية التي كانت ردا على انتهاك البيت المقدس. وهذا الأمر لم يحدث في السابق. نعم شاهدنا في الأعوام السابقة كان هنالك ردود، كان هنالك جهوزية للمقاومة، كان هنالك انتصار بمعنى الانتصار وجعل العدو يتوسل أن تتوقف الحرب كما حصل في سيف القدس. نعم. لكن ما شاهدناه قبل أسبوع أو أقل هو أنه المقاومة الإسلامية تضرب برشقات بمئات الصواريخ والصهاينة يهربون حتى من الرد ويقول أنه هذا الأمر ليس مؤثرا. هذا هو إعلان واعتراف من الكيان بهزيمته، وهذا الذي كان يشير له السيد نصر الله. اليوم المقاومة الفلسطينية الإسلامية والشعب الفلسطيني لم يعد وحيدا، اليوم خلف الأمة بكاملها خلفه محور للمقاومة، وهم اليوم يمتلكون القدرة والقرار والإمكانية والتمكن. طيب. لكي يردعوا ويهزموا هذا العدو. مناسبة هذا العام دكتور هاشم أتت مع متغيرات دولية متسارعة، الأبرز فيها ربما الانفتاح على دول محور المقاومة، لكن كيف تعزز هذه المواقف من نصرة القضية الفلسطينية؟ لعل هذه المصادق التي تحدثنا عنها وأيضا المتغيرات الدولية ربما كانت هي معروفة وأيضا يصرح بها من قبل قادة محور المقاومة. في المقدمة صاحب الإعلان بيوم القدس الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية الذي دائما كان ما كان يؤكد ويقول بأن النصر هو حليف الفلسطينيين، النصر هو حليف المستضعفين والهزيمة للمستكبرين والمستعمرين، وهذا أيضا ما كان يؤكده على مدى ثلاثة عقود وأكثر الإمام الخامنئي في كل مناسبة، وأبطال وقيادات محور المقاومة أيضا ما كانت تؤكده. بل من كان يتابع خطاب وبيانات وتصريحات قادة المقاومة الإسلامية الفلسطينية كان يجد بأن النصر يتجلى في كلماتها وحروفها، نصر الواعي المتمكن وليس نصرا للشحن المعنوي أو لإضافة الحافز والدافع، وإنما كان الحديث بواقعية كاملة بأن القدرات المقاومة الفلسطينية قادرة على هزيمة العدو. وهذا أيضا ربما ذكر في حديث السيد نصر الله في أكثر من مرة، وقال بأن الاقتدار الذي لدى المحور ولدى الشعب الفلسطيني والقدرات الفلسطينية المحررة إن شاء الله قد لا نحتاج إلى حرب كبرى مع العدو. وهذا الذي نتلمسه العدو اليوم الذي ينهار وينخر هو التأكيد على أن المتغيرات الدولية هي انعكاس، لم يعد هنالك حامي، بل أصبحت اليوم كما يعرف المختصون أصبحت هذه الغدة السرطانية الكيان أصبح عبئا على الأمريكان، وهم يحذروه، وهم أيضا أصبحوا خارج دائرة التأثير الكبير أو التأثير الحاسم كما كانوا في المنطقة قبل السنوات. رحب أيضا بأمين سر العلاقات لحركة الجهاد الإسلامي سيد هيثم بازال، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. أهلا بكم سيد هيثم، وأود أن أسألك عن هذا التلاحم وعزة موقف المقاومة، لأي درجة ممكن أن يعزز من ترابط الساحات ويرسي قواعد اشتباك جديدة خاصة مع هذا الهلع الصهيوني من هجوم محتمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك أخي الكريم ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام، حياك الله. بالتأكيد أن اليوم محور المقاومة بترابطه الذي عمد بدماء الشهداء وأيضا من خلال رسائل الردع التي وجهتها المقاومة سواء من قطاع غزة أو من لبنان أو من سوريا
هذا شكل ضربة للأمن الصهيوني من جهة، وأيضا قيد وقيد الجانب العدو الصهيوني في من سلسلة ردود كان ينوي القيام بها. بالتأكيد نعم. أن مسألة القدس والمسجد الأقصى هي مسألة محورية في فكر وفي ممارسة وفي تاريخ وفي عقيدة المسلمين والعرب، وبالتالي الدفاع عنها هو واجب وطني وقومي وإسلامي وأيضا إنساني. بالتأكيد أن العدو الصهيوني الذي كان يظن أن محور المقاومة وأن المقاومة وأن الشعوب العربية والإسلامية هي مردوعة اليوم بعد بين السادس والثامن من نيسان الحالي، أثبت المحور المقاومة أنه ليس مردوعا إنما هو رادع لهذا الكيان، وبالتالي رأينا سلسلة الردود التي وضعت المنطقة على حافة الحرب دفاعا عن القدس ودفاعا عن المقدسات. وبالتالي اليوم محور المقاومة عندما يعلن سيد المقاومة السيد حسن نصر الله اليوم أن المقاومة مستعدة لحرب من أجل القدس إذا تخطى العدو الخطوط الحمراء، وهو تكرار لما حصل في السابق. لذلك نحن اليوم أمام معادلة جديدة ينبغي البناء عليها وينبغي الاستمرار فيها. وعندما يقول الأخ المجاهد الحاج أبو طارق النخالة في كلمته في العراق الشقيق إن الشعب الفلسطيني مستعد للتضحية ومواصلة الجهاد ومواصلة المقاومة حتى 100 عام وأكثر حتى الانتصار على هذا المشروع الصهيوني في فلسطين وفي المنطقة. لذلك هذا الترابط اليوم يشير بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني لم يعد هو متحكم في بدء المعركة، ولم يعد هو المتحكم في ساحات هذه المواجهة سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو إيران أو العراق أو اليمن أو غيرها من بلدان العالم، وأيضا لم يعد متحكما في مسارات هذه الحروب وهذه الجولات من الصراعات، وليس متحكما بكل تأكيد بنتائج هذه الجولات من الصراع. بكل تأكيد كان العدو الصهيوني يعمل وفق سياسة المعركة بين حربين. نحن اليوم نرى أن محور المقاومة قد عمل بالفعل معركة بين حربين، ولذلك المحور وكل المقاومين ينتظرون المزيد بإذن الله تعالى حتى النصر بإذن الله. طيب سيد هيثم أبو الغزلان، يعني اليوم أحياء هذه المناسبة وتضامن واسع في مختلف أنحاء العالم وفعاليات كثيرة داعمة للقضية الفلسطينية، بالمقابل كيف انعكست على إرادة المقاومة الفلسطينية؟ بكل تأكيد إحياء يوم القدس العالمي يشكل نقطة فاصلة في مسيرة المقاومة الفلسطينية ومسيرة الجهاد الفلسطيني ومسيرة الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن هذا اليوم هو يوم يفصل فيه بين المتمسكين بالقدس وبالمسجد الأقصى وبالحقوق الفلسطينية الكاملة، وبين أولئك الذين يتنازلون عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك. اليوم في القدس وفي المسجد الأقصى تحتشد كل معاني وقيم وأخلاق وكل معاني الحضارة والعقيدة والتاريخ والفكر والثقافة. في القدس نرى نحن يرى المسلمون ويرى العالم كيف جاء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى القدس ومنها صعد إلى السماوات العلى. نرى أيضا سيدنا عيسى عليه السلام الذي رفع إلى السماء من فلسطين المحتلة. إذن نحن أمام مشهد واضح وصريح أن هذه فلسطين هي آية من الكتاب، من كفر بها كفر بالكتاب، وبالتالي كل الذين يتخلون عن فلسطين وكل الذين يتخلون عن المسجد الأقصى وكل الذين يتخلون عن القدس لا ينتمون لا إلى فلسطين ولا إلى العروبة ولا إلى أي شكل من أشكال الإنسانية. لذلك اليوم هذه يوم القدس الذي تقول فيه الأمة كلمتها أنها مع القدس مع فلسطين
مع الحق الفلسطيني، مع المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يفهم إلا لغة البطش، ولا يفهم إلا لغة الاستمرار في المقاومة حتى النصر عليه. لذلك المخاطر التي تحيق بالمسجد الأقصى المبارك كبيرة وكبيرة جدا، ولكن علينا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين أن نواجهها، وأن نجعل الاحتلال الإسرائيلي لا يحقق أهدافه التي يريدها. الاحتلال الصهيوني يريد اليوم استمرار التقاسم الزماني في المسجد الأقصى، وأيضا تكريس التقاسم المكاني، والعمل على إيجاد النوع من التثبيت السيطرة الكاملة للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، تمهيدا من أجل هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم. لذلك اليوم نرى أن المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات قد حققوا الكثير عندما استطاعوا أن يفشلوا هذه الجولة من الصراع في المسجد الأقصى المبارك، رغم الألم الشديد ورغم المشاهد المؤلمة التي رأيناها من قبل العدو الصهيوني تجاه أهلنا وتجاه النساء هناك. طيب أود لك دكتور هاشم، اليوم السيد إبراهيم رئيسي يرى أن المقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني وسنوات الطويلة من الصمود هي جديرة بالتقدير من قبل البشرية جمعاء، لكن هذا التقدير هل يتمثل فقط بالأقوال؟ لو المواقف أيضا ستصمد وتكون ذات تأثير على القضية الأم؟ لعل الشعب الفلسطيني الذي كان رافضا للمخططات الاستعمارية والاستكبارية ورافضا للاحتلال منذ عقود، منذ بدء المؤامرة عليه واقتطاع أرضه واحتلالها، دائما كان يضحي، دائما كان عاملا وفاعلا، ولكن للأسف لم يكن الدعم يكون بالدعم المسؤول أو بالدعم الحقيقي. الأقوال نعم مهمة، التأييد بالقول مهم، ولكن التأييد بالفعل بما يجعل هذه القوة الفلسطينية المقاومة الرافضة للاحتلال قوة مقتدرة، قوة تمتلك القدرة على الفعل وعلى التأثير وعلى أيضا إيذاء العدو. هذا الأمر لم يكن فعليا بسبب لعله الأساس هو تواطؤ الحكومات، والبعض منها كان لربما وصل إلى الحكم بفعل الأدوات الاستكبارية والصهيونية، لم يكن هنالك دعما حقيقيا بالعمل الحقيقي للشعب الفلسطيني. لعل المتغير الأكبر الذي جرى هو بانتصار الثورة الإسلامية التي بعد أسابيع أعلنت يوم القدس، يمثل إعلانا وإحياء و أيضا تذكيرا بالحق الفلسطيني، وأيضا إقرارا بوجوب الدعم بكل الإمكانيات إلى الشعب الفلسطيني. هذا الذي انعكس على الشعب الفلسطيني قدرة متنامية ليصل إلى مستوى الردع للعدو، وهذا الأمر بما قدمه الشعب الفلسطيني ومقاومته الإسلامية كان يمثل درسا لكل الشعوب، للإنسانية جميعا. بأن الحقوق لا تضيع، وأن الكرامة الإنسانية والحق الإنساني ورفض الاحتلال ورفض الظلم هو الذي سينتصر وينتصر، وبقدرات الشعب الفلسطيني وبما كان له من دعم من المحور الذي كان لربما بأطراف معينة اليوم ليكون محورا يطالب بأكثر من 100 مدينة اليوم بالحق الفلسطيني وبحق الشعب الفلسطيني بأرضه وبتحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر. في أكثر من 800 مدينة اليوم نسمع في كل آخر جمعة من رمضان هذه المطالب التي هي انعكاس وهي أيضا تقدير وتوقير وتبجيل للفعل الفلسطيني، الفعل الفلسطيني المجاهد
الفعل الفلسطيني المقاوم، الفعل الفلسطيني المحافظ، الفعل الفلسطيني الرافض للظلم وللهيمنة، والذي هو يمثل درسا للإنسانية جميعا بأن تكون حرة بقرارها وأيضا عزيزة بمقدراتها وبخياراتها وبأنها ترفض الظلم وتكون أيضا عونا ودرسا واستنادا ومستندا إلى قوى الخير في مواجهة قوى الشر. طيب سيد هيثم، يعني اليوم كانت هناك فعاليات عسكرية بحرية من بندر عباس في إيران إلى الحديدة في اليمن وما بينهما، لكن أي رسالة أريد لها أن تصل من هذا الترابط البحري العسكري؟ بالتأكيد أن هذه رسالة واضحة للكيان الصهيوني أن محور المقاومة اليوم قادر أن يستخدم الكثير من الأساليب، وبالتالي الجانب البحري أحد هذه الأساليب، وهي رسالة مهمة في هذا الإطار سواء من كانت من إيران أو من اليمن الشقيق. بكل تأكيد اليوم إحياء هذه الذكرى كان هو بالعموم رسالة واضحة، أن إحياء هذه الذكرى في هذا العام بالذات أو إحياء يوم القدس العالمي في هذه الأيام بالذات شكل انعطافة في مسيرة جهاد ومقاومة شعوب أمتنا العربية والإسلامية، على اعتبار أن ما حصل قبل أيام من رسالة الردع التي وجهت إلى العدو الصهيوني كان واضحا وشديدة الوضوح أنها رسالة رادعة من أن يفكر العدو الصهيوني بالقيام بأي أعمال ضد محور المقاومة وضد الفلسطينيين. وما تحدث عنه اليوم سماحة السيد حسن نصر الله من أن العدو الصهيوني إذا فكر يوما باستهداف أي من قيادات أو من عناصر أو من شخصيات المقاومة في لبنان سواء كانت لبنانية أو فلسطينية أو غيرها من الجنسيات فإن المقاومة الإسلامية ستقوم بالرد وفق ما تراه مناسبا وبالحجم الذي تعمل عليه ويحقق الرسالة. لذلك العدو الصهيوني اليوم الذي يعيش حالة هو فيها مردوعا عن المواجهة، وأيضا نرى فيها تراجعا في حالة الردع الصهيوني من بدأت تتصاعد أيضا، خصوصا أنه في ظل استمرار ما يحصل داخل الحنبة السياسة وداخل ما يسمى بالمجتمع الصهيوني من خلافات عميقة جدا يتحدث كثير من المحللين وكثير من الصحفيين والإعلاميين الصهاينة عن إمكانية أيضا حدوث حرب أهلية في داخل الكيان. لذلك لهذا اليوم يوم القدس العالمي في هذا العام وقع خاص يأتي في ظل أيضا المتغيرات الكبيرة الحاصلة هذا العام، منها ما حصل على الصعيد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا ما حصل على الصعيد الإقليمي والعربي من خلال المصالحة التي رعتها الصين ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، وما استتبع ذلك من انفراجات حدثت في الملف اليمني، والذي اليوم حدث أن حصل هناك العديد من التوافقات التي أسفرت عن صفقات لإطلاق سراح الأسرى اليمنيين الذين نوجه لهم تحية فلسطينية خالصة، خصوصا في يوم القدس العالمي، وبخاصة أنهم عندما أطلق سراحهم وضعوا على أكتافهم وعلى رقابهم الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن هذا الانتماء إلى فلسطين وتعبيرا عن الانتماء إلى القدس واستعدادا منهم للمقاومة في سبيل تحرير فلسطين والقدس. بكل تأكيد عذرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا لكم أمين سر العلاقات لحركة الجهاد الإسلامي السيد هيثم أبو الغزلان، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت، شكرا لك والشكر جزيلا لكم. رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاشم الكندي، كنتم ضيوفا كرام والشكر موصول لكم. مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.